إسماعيل يوسف واحد من أهم لاعبي الوسط بتاريخ نادي الزمالك والكرة المصرية. تيجانا كما أطلق عليه من قبل البعض، حقق تاريخ حافل من البطولات والإنجازات في مسيرته مع القلعة البيضاء. حافظ تيجانا في الفترة الأخيرة على مكانه داخل القلعة البيضاء بسبب مجهوده الكبير الذي يبذله في القيام بدوره مع الفريق والأجهزة الفنية بتذليل كل العقبات التي تواجه اللاعبين والأجهزة الفنية. يتمتع تيجانا بحب جميع اللاعبين والأجهزة التي يعمل معها، وينال ثقة مجلس الإدارة بسبب تفانيه وعشقه الكبير للكيان الأبيض. بدأ مشواره مع ممارسة كرة القدم في أحياء إمبابة، والتحق بعد ذلك بفرق الناشئين بالزمالك، وارتدى قميصه الأبيض في وقت كان فيه الفريق الأول يضم الغزال إبراهيم يوسف شقيقه الأكبر وأحد أفضل اللاعبين الذين عرفتهم الكرة المصرية. تدرب إسماعيل يوسف على يد حسن شحاتة المعلم، وتعلم منه الإخلاص وحب الكرة، ولهذا تأثر به كثيرا. وشاءت الأقدار فيما بعد أن تمر الأيام ويصبح إسماعيل ضمن الجهاز التدريبي لمنتخب مصر للشباب مع المعلم. وصل تيجانا إلى مرتبة عالمية كلاعب كرة قدم بعد أن كان ضمن فريق 90 الشهير الذي تأهل إلى كأس العالم بإيطاليا، ونذكر بالتأكيد هدفه التاريخي في مباراة مصر واسكتلندا الودية قبل المونديال، عندما راوغ اثنين من لاعبي منتخب اسكتلندا صاحب الأرض بلعبة واحدة ووضع الكرة بذكاء في الزاوية البعيدة. شارك في قيادة منتخب الشباب للحصول على كأس الأمم الإفريقية مع حسن شحاتة، ثم المشاركة المشرفة في كأس العالم للشباب في نادي الإمارات. عمل مساعدا لفترة قصيرة مع نادي الزمالك، ثم عين مساعدا للإيطالي تارديلي في المنتخب المصري، ثم عين مديرا فنيا لمنتخب الشباب ومديرا فنيا لنادي الوحدات الأردني الكبير العريق، كما تولى تدريب الجونة والإنتاج الحربي قبل أن يعود للزمالك في منصب رئيس جهاز الكرة ثم مديرا للكرة.